قنبلة تسريبات وصلتنا للايفون 13 من أشهر مسربي أخبار أبل من داخل الشركة بالنفس. تصوير النجوم، شحن عكسي، بصمة تحت الشاشة، تبريد مائي، نتو أصغر، شاشة دائمة التشغيل، وآيفون بلا منافذ. حلقة اليوم راح تكون ممتعة بكل هذه التسريبات الجميلة. وصح بتخبركم أننا سوينا خدمة جديدة لأي شخص عنده استفسار أو مشكلة ضرورية طالع يريد يحلها بأسرع وقت. التفاصيل تحت الفيديو. إذا كنتم محبي الآيفون حابين تعرفوا كل التفاصيل عن الآيفون القادم، اشتركوا في القناة وفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد أول بأول. خلينا ندخل في التفاصيل. الخبر الأول من ماكس واينباك، واللي هو من أشهر المسربين واللي أنا شخصيا أعتمده في الأخبار، يقول إنه خلاص وبشكل أكيد 100% الآيفون القادم راح يكون بتردد 120 هرتز، والحلو إن التردد راح يكون متغير والشاشة راح تضيء في أماكن محددة، فهذا راح أولا يقلل من استهلاك الطاقة وراح يخلي جودة الشاشة مش تنقص أبدا. طبعا تردد الشاشة 120 هرتز راح يخليك تستخدم الآيفون كأنه زبدة، يذوب من الترانزيشنز والأنيميشن الجميل مع هذا التردد. بالإضافة مع هذه التقنية أبل راح تقدر تشغل الإضاءة في أماكن محددة في الشاشة، وبكذا راح توفر من استهلاك الطاقة وراح تقدر تخلي الشاشة شغالة على طول تبين الوقت أو التنبيهات مثل ساعة أبل. للأسف هذه التقنية راح تكون حصرية لنسخة البرو للآيفون القادم. أما من ناحية تصميم الآيفونات الأربعة ما راح يتغير الشاصي، التصميم ما راح يتغير إطلاقا، فقط من الخلف تعديلات بسيطة جدا من ناحية الكاميرا. لكن الخبر الجميل أن النتوء في الآيفونات القادمة راح يصغر، عرض النتوء ما راح يتغير لكن السمك راح ينحف ويكون شوية أكثر أنيق وما يبين مثل الآيفونات الحالية. اما بخصوص الكاميرات في الايفون القادم مثل ما قلنا لكم العدسه الواسعه جدا راح تتحسن في كل الايفونات، وهذا راح يجيب تكنولوجيا جديده. ابل ناويه تدخل عالم تصوير الفضاء، راح تقدر تصوب على الفضاء، راح يعرف هذه الوضعيه بشكل تلقائي مثل تصوير الوضع الليلي، وراح تقدر تصور نجوم القمر بشكل جميل جدا. طبعا ابل راح تستغل معالجها الجديد A15 علشان يقدر يوفر الطاقة الكاملة لهذه التكنولوجيا، لان البروسيسنج المعالج راح يصور التصوير الليلي مش الكاميرا بس، لان الكاميرا ضعيفة بشكل عام. ونفس الشيء مانع الاهتزاز في الايفون القادم راح يتحسن بشكل كبير مثل الايفون 12 برو ماكس هذه السنة، وبكذا راح تقدر تمسك الايفون بدون لا يهتز وتصور السماء لمدة اطول علشان يجمع ضوء وتطلع صور احترافية. والشيء الجميل ايضا القادم للكاميرات هو تصوير الفيديو بوضع البورتريت. تخيلوا وضع البورتريت لكن عن طريق الفيديو مباشر، لما تصور راح يصير العزل، طبعا بتكون بطريقة احترافية اكثر عن التليفونات الرخيصة اللي نشوفها في عالم الاندرويد تسوي هذا الطريقة اللي تكاد تكون خاصية بلا فائدة لان الدقة ابدا سيئة، لكن مع الايفون اتوقع انها تكون احسن بمراحل، والسبب اللايدار سنسر، الكاميرا الجديدة، السوفتوير، وعدة اشياء منها معالج ابل A15 راح يخليك تقدر تسوي العزل بطريقة احترافية. وللأسف للأشخاص اللي حابين يصوروا يعملوا تقريب خارق مثل هواتف السامسونج والهواوي، للأسف هذه التكنولوجيا اتأجلت ل2022. أبل شافت انها بعدها مش عملية تقلل من جودة الصور فأجلتها ل2022. للعلم من فترة بسيطة فقط أبل سجلت براءة اختراع لهذه التكنولوجيا. ونفس الشيء الايفونات البرو القادمة راح يحصلن تحسن طفيف في حجم السنسر للكاميرا او العدسة العادية، راح نلاحظ الفرق، نفس الفرق بين الايفون اكس واكس اس، في فرق تقريبا 20% من جودة الكاميرا. اما الخبر الجميل لمحبي الالعاب، طبعا تردد ال 120 راح يخلي الالعاب عالم ثاني. منشيكو يقول، واللي هو اشهر مسربي اخبار ابل، ان قاعده تشتغل على تكنولوجيا راح تبرد المذر بورد عن طريق السوائل، راح يكون في ماي يتحرك من منطقه الى اخرى لتبريد الجهاز. لاحظنا في الاونه الاخيره لما تلعب ببجي او تصور فيديو لفتره طويله او تعمل اديتنج لفيديو او شيء، يبدا الايفون يرفع حراره، فهذه التكنولوجيا اللي قاعدة أبل تشتغل عليها راح تحل هذه المشكلة، فما نعرف إذا راح نقدر نشوفها في الآيفون القادم أو اللي بعده.
أما جريدة وول ستريت جورنال الشهيرة مع عدة مصادر تقول أن شاشة الآيفون القادم راح يكون فيها بصمة، وراح نقدر نستخدم بصمة الوجه مع بصمة الشاشة، وبكذا راح تنحل مشكلة البصمة لما نكون لابسين كمام. وشيء آخر قادم للآيفون هو أن الماج سيف المغناطيس راح يكون أقوى أقوى، أتوقع علشان يزيدوا قوة الشحن، لأن واحد من الآيفونات على الأقل راح يكون بلا منافذ. عدة مصادر تأكد هذا الشيء. الحين أبل قاعدة تشتغل على عدة بروتوتايبس للهاتف بلا منافذ. تقوية المغناطيس راح يحل مشاكل الاكسسوارات اللي حاليا احيانا يكون شوية خفيفة لما تحاول تحطها في المخبأ. نفس الشيء راح يحسن من سرعة الشحن علشان نقدر نستغني عن الكيبل العادي. اما بخصوص الاير تاكس اللي تأخرت عدة اشهر، المسربين يقولوا ان السوفتوير خلاص جاهز، هواتفكم الحين جاهزة لاستقبال هذه التكنولوجيا، فقط قابل عليها تنزلها في السوق. هذا الهاردوير، القطعة الصغيرة اللي كبر غطاء الدبة، راح نقدر نبحث عن الاشياء لما تضيع، لما تكون هذه القطعة فيهم. الموعد المتوقع لهذه التكنولوجيا توصل الاسواق في شهر مارس او ابريل كحد اقصى. ونفس الشيء أبل سجلت براءة اختراع، راح تقدر تشحن هذه القطع من خلف الايفون 12 والايفون 13، وإذا هذا الشيء صار أتوقع الايربودز القادمة راح تدعم هذا الشيء علشان تقدر تشحن الاكسسوارات الصغيرة من الايفون بالنفس. للحين ما في تسريبات عن أسعار الايفونات القادمة، لكن المسربين يقولوا ان احتمال بسيط الاسعار ترتفع شوي، والسبب ان معظم الشاشات راح تكون من شركة سامسونج، وخاصة الشاشات بتردد عالي راح تكلف سعر اغلى. اما بخصوص موعد اصدار هذه الايفونات راح يكون في منتصف سبتمبر، والبيع راح يكون بعد اسبوع من الاعلان عنها. ما في اي تأخير للان، واتوقع الجدول يمشي لنهاية السنة. عموما نحن راح نحدثكم بكل جديد، فلا تنسوا تحطوا لايك عشان ينتشر هذا الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك عشان يوصلكم كل جديد اول باول. شكرا لكم على المتابعة، ولا تنسوا الخدمة الجديدة اللي سويناها اليوم.